السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده لو أنا قلت لك إن في أب جاب لابنه لعبة، والابن من كتر انشغاله باللعبة دي نسي يقول له لباباه شكرا، واللعبة دي شغلته وخدت كل وقته وبقى فرحان بيها قوي لدرجة إنه نسي باباه، لدرجة إن والده كل ما يجي ينده عليه يطنشه أكنه مش سامعه، يرسل له حد أكن ما فيش أي حاجة. فأنا لو سألتكم عن التصرف اللي الابن بيعمله ده كله يقول لك إيه ده غلط وحاجة ودي قلة أدب وده المفروض إن باباه ياخد منه اللعبة. ده حل بالظبط بس مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إدانا نعم ونعم كتيرة، ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، فبرضه إحنا نسينا نحمد ربنا ونشكره على النعم. فما نزعلش لما ربنا ياخد مننا النعم دي. لما في واحد يكون عنده صحة، الصحة بتروح والعمر بيروح، لأن في الآخر أحب أقول دوام الحال من المحال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.